اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم ان شاء الله جاي فيديو جديد، اتمنى يعجبكم الفيديو، واذا عجبكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. اليوم راح انزلكم يومي بالكامل، يعني شنو اشتغلت وشنو طبخت، بس طبعا ما عدا اكو شغلات تنظيف وهاي ما نزلتها بالفيديو. اتمنى يعجبكم الفيديو، واذا عجبكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. هسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل ما جاي تشوفون هاي عندي السمكة، يعني حجم كبير، اسمها الضلعة. طبعا هذا النوع من السمك يسوى يا اما مرق يا اما مقلوبة. القلي لا ما انصح به، لانه يعني اللحم ماله قوي يريد طبخ. هسه اليوم راح اسويها مقلوبة، اكيد اجي اقصصها، ومن بعد ما اقصصها اغسلها زين واملحها. طبعا اليوم الفيديو مالي شوي سريع، يعني انطيتكم، يعني ما انطيت بالتفصيل، بس حاولت انه شلون راح اسوي المقلوبه وهي طريقتي. طبعا يعني اتمنى انه تعجبكم هاي الطريقه. شوف هسه طبخت تمن عادي، تمن عادي طبخت، شوي بهارات وبصل طبخته، والسمك مالي قليته، والخضروات مشكله شنو تحبين من خضروات خلي خضروات. هذا السمج قدامكم، والطماطة قليتها، الليمون، البصل، الفلفل البارد. طبعا السمج قليتها ببهارات مشكلة، فلفل أسود وكاري وكركم. الطماطة ما قليتها، الوحيد الشيء طماطة ما قليتها، البصل أقراص، وهاي قسم تقريبا راس أو راسين بقاع الجدر، خليته أسفل الجدر، صفطت بصل. هسه أجي أخلي طبقات. اول ما اخلي التمن، طبعا التمن مستوي تقريبا، بقى يعني احنا نقول شلون ربع ساعه يريد تهدير، يعني خليته هذا هو للمقلوبه الكامله. يعني مجرد اجي اصفط هاي الشغلات اللي عندي، الخضروات والسمك، انتي طبعا وطريقتك، كل من اللي يحب شنو يخلي، بس هيك طريقه يعني احسها طيبه وناجحه، وان شاء الله تعجبكم. وحتى ليمون، الليمون يعني خليت قليته شوي، ما اقلي قوي، بس شوي اشوحه شلون تشويح، احسه فرد ينطي طعم للسمك. وهذا اللي عندي الدهن هم اصبه فوقه اللي باقي، طبعا هي ما راح تصير دسمه، لانه تقريبا الاشياء مقليتها ونشفتها من الدهن. وحتى ثوم خليت، وهسه طبقة التمر راح اخليها. اضغط عليها شوي لان اريدها تطلع لي شكل قالب كامل. وهذا الدهن البقع او يعني السوائل اللي بقت، وهدر تقريبا خليتها على الطباخ ربع ساعة. طبعا شوفوا هنا انا اتفلشت عندي، حاولت انه اطلعها شكل كامل، بس لانه حارة ما راح تصير قالب كامل، يعني خاصة هاي المقلوبات بصورة عامة، الدولمة، المقلوبات يعني كلها اذا ما خليتها شوي بردت ما راح تصير شكل كامل. المهم طلعت هاي النتيجة، وشوفوها ما شاء الله الطعم والريحة ما اقلكم يجنن، لانه السمك الشبع من الخضروات، الثوم، الليمون، يعني تحسين انخمه بهاي الكبسه الكامله. وهسه خلاص غدانا وراح اتحول. اليوم عندي شوفوا ما شاء الله السمك ايش قد مستوي، برغم هو يعني هذا السمك يحب طبخ، بس شوفوا من قليته وخليته بالمقلوبه لا استوى بزايد. يعني اليوم عندي عيد ميلاد ابن اختي، وخابرت لي قالت لي اريد منك كيكه وزلابيه، قلت لها ان شاء الله اسوي لك.
هاي الزلابية يعني مسويتها هواي بالقناة وتعرفونها، بس اعطيتكم مقتطفات من عندها، واللي حاب يدخل يعني طريقة الزلابية موجودة بالقناة، وراح اترك بأول تعليق طريقة عمل الزلابية. تشوفونها طبعا الشيرة باردة اكيد، شوفونها طبعا هواي بالتعليقات يقولن ليش بيضة، ليش ما تخلين شوي اصبغ، يعني صبغ اللوزينة او يعني اي لون غذائي. لا ما افضل ولا اخليه، لان هي زلابية المحلات ابد ما يخلولها ولا يضيفولها اي شيء. تحبين تضيفين عادي لون الزعفران ضيفي، او صبغ اللوزينة ضيفي، بس عني ما اضيف اي شيء، لانه شوفين انت بيضة بس من تجي تخلينها بالشيرة لا راح يصير لونها على صفار، يعني لون الذهبي. هسه يجوز مظلومة هي بالتصوير ما يبين شكلها الحقيقي، بس صدقوني بالدنيا لونها يجنن، ومثل بالضبط مثل طريقة المحلات. وهاي الصبغلتي هي طريق العلبة مالت المايونيز او كاتشب، او ما عندك يعني بطل عادي هذا مال الماي بربع، بس تجين وتفتحينها، تفتحين من القبق ماله فتحة صغيرة، تجيب بعرض البسمار وتجين تصبين عادي. شوف هسه الزلابية صدقوني صوت القرمشة، بس قلت لكم ما واضح هاي الأشياء بالتصوير. هسه بعد ما أخلص الزلابية يعني أتركها راح تبرد، هسه أجي أسوي تزيين الكيكة. تزيين الكيكة طبعا هالأيام أنا طربت على هذا اللون، لأنه هو ينطلب من عندي هذا اللون الأوف وايت، والتعليقات الفايتة وهواي بالتعليقات سألني على هذا اللون، وجاوبت اللي أقدر أجاوبه، اللون الأوف وايت أو اللون الصحراوي. شوفون هسه بالتصوير واضح أو ما واضح، بس هذا اللون بعدين أكمل اللون شنو أضيف له. هسه مثل ما جاي تشوفون صورة ورقية طبعت بيها، طبعا سعر هاي الصورة 2000 دينار، ميكي ماوس أو أي شخصية كارتونية تردينها يطبعونها لك. أكو محلات تطبع بألف، أكو محلات بألفين، بس اللي قريب علي 2000 دينار. شنو تكتبين شنو حابة، الاستيكرات هي اللي يعني يعرضونها إلك، وأنت تختارين أي موديل تردينه، يعني باعتبار هو طفل عمر 2 أو 3، فهاي الأشياء حلوة للطفل. من بعد ما صقلتها أجي هسه أخلي الصور الورقية أجي ألزقها على الكريمة. وشون أخلي هاي الأعواد، الأعواد مثل ما شفتوا على أعواد أسنان، وأجي أصمخن بصمغ شفاف من بعد ما قصصن الشكل اللي أو الحجم اللي أريده، أخليه بأعواد أسنان. شوف هذا عود الأسنان، وأثبته بصمغ شفاف. أرجع للأوف وايت. الأوف وايت قلت لكم شوي توفي، يعني هذا التوفي الحشو نحشي بيه الكيك، التوفي وأخلطه ويا الكريمة يطلع لي هذا اللون. هذا اللون طبعا حلو، هو مو جديد يعني من زمان، بس مرات تجي انه اصير طربة على هذا اللون او موديل هذا اللون فيكثر، خاصة بالشغل، يعني من اسوي وحدة مثلا تجي ثانية تطلب، ثالثة تطلب. هسه هاي الفورمة مات النجمة اجي اسوي الحاشية باللون السمائي. تدرون هذا اللون المايل للصفار حلو ويا اللون السمائي، واجي اسوي الحاشية او اطار الكيك. تزيين هو يعني الصقل اهم شيء بالتزيين، الصقلين صح ترتاحين الكيكة تنضبط عندك. اما بقية الاشياء هسه شوفوا كلها ورقية وجيت وثبتت، يعني ما حسيت انه بيها تعب وشغل، مو مثل كيك يعني ده كان السنين، لا بيها شغل، يعني خصوصا الوريد اكو اشياء يعني نشتغلها يعني بدقة، واذا ما ناجح الكريم اذا جوحر نتأذى، يعني خصوصا بالورد اذا مو كريم مضبوط ابد ما يصير. وهذا شفتوا فارماسيل مشكل الوان هم بصفار وبسمائي، يعني يتناسق ويا الكيك. راح اطش شي طش على الوجه مال الكيكه، وخلصت كيكتنا اليوم. وأتمنى عجبكم هذا الموديل، وفيديو اليوم عجبكم، وهذا الشكل النهائي للكيكة. وأعتذر من البنات اللي هواي راسلني ورادن من عندي كيك أو
على انستغرام، يعني الظروف انه ما عندي توصيل فما اقدر اسوي كيك وماكو توصيل، فيعني ارجو انه يسامحني ويعذرني لانه ظروف يعني مو بايدي، لان لو ما يحبني وما يحبن شغلي اكيد ما طلبن من عندي، فاتمنى يقدرن هذا الشيء وما يزعلن من عندي. وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واذا عجبكم لا تنسوني باللايك، واللي ما مشترك يشترك، وانتظروني بفيديوهات جديدة ومع ألف سلامة.